معاكم عمرو الرشيدي، هستعرض معاكم أحدث إصدار من تطبيق سيفتي فيرست 3. طبعا التطبيق بيحاكي الورك تريب اللي هي رحلة العمل، وبيكون مقسم ليه 4 أجزاء. الجزء الأول ببتدي أضيف التيم اللي معايا والسواق والعربية، طبعا بعد التطبيق بيفحصهم ويتأكد من امتثالهم لمتطلبات الـ OHS، وفي الخطوة دي كمان بعمل فحص العربية. الجزء الثاني ببتدي أكتب رقم الموقع، وببتدي أضيف شوية معلومات عن الأكتيفيتي اللي أنا رايحه، وبفحص البي بي إي وبضيف الهازارد لو في. طبعا الجزء الثالث بيكون في الموقع، وببتدي أعمل فيه خطة الاستجابة للطوارئ، وبعمل الريسك اسيسمنت اللي هو تقييم المخاطر، وبعمل فحص ما قبل العمل. بعد كده الجزء الرابع اللي هو انهاء، يا بنهي الرحلة يا ببتدي أعمل موقع جديد. لو هنهي الرحلة هبتدي أقيم السواق خلال رحلته معايا، وببتدي أعمل إنهاء الرحلة هيبتدي يرجعني من الأول خالص اللي هو لإضافة الفريق. أما لو هعمل موقع جديد، لو دوست على موقع جديد هيبتدي يرجعني للخطوة الثانية اللي هي ببتدي أكتب فيها رقم الموقع اللي أنا رايحه، وبعمل فحص لي للبي بي إي. خلونا كده نبتدي ننفذ الخطوات دي مع بعض خطوة خطوة، ونشرح كل الإمكانيات اللي في التطبيق. هنبدأ كده نعمل تسجيل الدخول. هنبتدي ندخل على أول حاجة اللي هي أنشطة الموقع. طبعا هنا في البيج دي بتبتدي تعمل تجميع للتيم بتاعك من عربية وسواق وفريق العمل بتاعك. ولو انت أول مرة تستخدم التطبيق، لو دوست على الزرار بتاع بدء الرحلة هيبتدي التطبيق يوجهك ايه اللي المفروض تبتدي تضيفه. طبعا اول حاجه هتبتدي تضيف العربيه اللي معاك عن طريق انك تدوس على الايكون دي، وهتبتدي تكتب رقم الشاسيه هنا وتعمل سيرش. طبعا العربيه لو كومبلاينت هتظهر لك ايكون الخضره دي وزرار اد وتقدر تضيفها. لو العربيه غير كده مش هتظهر معاك ومش هتقدر تضيف. كده ضفت العربيه، هتبتدي الايكون بتاعتها تتحول للون الاخضر. بعد كده هبتدي اضيف السواق عن طريق ان انا بدوس على الايكون بتاعته، وابتدي اكتب رقم، بعد كده اعمل سيرش. السواق لو كومبلاينت هبتدي اقدر اضيفه بالزرار بتاعي. بعد كده هبتدي اضيف تيم اللي معايا، لازم كل الأشخاص اللي موجودين معايا في رحلة العمل لازم أضيفهم كلهم. كده أنا ضفت الفريق والتيم والعربية. أنا لو دوست على زرار بدء الرحلة هيقول لي فاضل لك تعمل فحص العربية اليومي قبل ما تتحرك. بمنتهى السهولة هبتدي أدوس على الأيكون دي، وهختار هنا نوع الفحص يدوي ونوع العربية، وبقية الداتا هو بيجيبها لي اوتوماتيك من على السيرفر. بعد كده هدوس البيد، بعد كده هبتدي افحص النقط ديت واعمل عليها نعم ان انا فحصتها، وبعد كده هبتدي امضي، ويبتدي السواق يمضي في الخانة التانية، وبعد كده هدوس على قدم. الخطوة دي هنا ببتدي أصور أجزاء معينة في العربية تبقى مطلوبة زي الكاوتش والعربية كده من الخلف ومن الأمام، ولقطة للكابينة والعربية كرسي اللي ورا بالحزام، وببتدي أصور الرخص. وتعالوا كده نبتدي نصور مع بعض. طبعا هنا هبتدي أصور الكاوتش، طبعا بصور الأربع إطارات. بعد كده أصور العربية من الأمام، بعد كده أصور العربية من الخلف، بعد كده أصور الجزء
قدام العربية بالطابلوه، بعد كده أصور الكرسي الخلفي بالحزمة، بعد كده أبتدي أصور رخصة العربية ورخصة السواق، بعد كده أبتدي أصور كيلومتر بتاع العربية. هنا لازم أعمل تحديث للرقم الحالي للعداد بالعربية، وهنا أبتدي أتأكد إن أنا بدخل الرقم صح. دخلت رقم فيه زيادة كتير ممكن يوقف لي العربية صيانة، فلازم أتأكد إن الرقم بتاع العربية هنا سليم وراجعه أكتر من مرة، وأبتدي أعمل تحديث. طبعا في رسالة تحذير هتطلع لي إن أنا أتأكد رقم داد، خلينا كده نعمل تحديث. طبعا زرار التحديث ده بيتحول للون الأخضر، معنى كده إن التحديث تم بنجاح. بعد كده هدوس قدم، هيبتدي يعمل جنريت للPDF بتاعة فحص العربية اليوم. لو عايز ارسلها لاي حد على الميل او على اي حاجة هدوس ارسال هنا، وهيبتدي يطلع لي كل الاوبشن اللي انا اقدر اعمل شير للدوكومنت دي. طبعا كده جاهز ان انا ابدأ الرحلة. لو دوست شغل على مرتفعات طبعا لازم تضيف شخصين يكون معاهم ورك ات هايت، وانا بالفعل ضايف الشخصين دول. طبعا هنا كل شخص وجنبيه الاسم والكورسات اللي معاه. كده انا جاهز ان انا اتحرك، هدوس على بدء الرحلة واعمل تأكيد. هنا هبتدي اكتب رقم الموقع اللي انا متحرك عليه، بعد كده هكمل الداتا اللي ناقصة من المعلومات دي. طبعا هنا الدومين والسب دومين والاكونت بيجيبهم اوتوماتيك من البروفايل بتاع اليوزر. بعد كده انا هكمل السكوب، بضغط بس هنا اختار السكوب، بعد كده اختار الاكتيفيتي هل هو بي ام او سي ام. طبعا انا لو عندي هازارد ببتدي اعمل تشيك عليه هنا، لو في ورك ات هايت، لو في روب ريجنج، لو في ليفتنج، ببتدي اختار على حسب الهازارد اللي عندي. في شغل كهرباء لازم احدده هنا، في هستخدم سلالم، في تفويل، في كرين، هبتدي اعمل تشيك للهازارد دي. خلينا ان احنا نختار ان السايت اللي احنا رايحينه ده في وورك ات هايت. بعد كده هبتدي اختار البروجكت، بعد كده هختار التيم ليدر بتاع الاوفيس اللي انا شغال فيه، وبعد كده هحدد نوع الموقع. بعد كده هيظهر لي البي بي اي اللي المفروض تكون معايا بناء على اختياراتي للهازارد والتيم اللي معايا وعدده، هيبتدي يحدد لي البي بي اي اللي المفروض تبقى معايا. طبعا هبتدي اعمل تشيك لكل البي بي اي اللي معايا، لو في حاجة مش معايا هعمل انها مش موجودة. طبعا دي طفاية الحريق، شنطة اسعافات، البانر، طبعا هيبقى في اكتر من خوذة، في اكتر من سيفتي شوز، وفي اكتر من كارنيه على حسب التيم اللي انا ضايفه. يعني انا وضايف اتنين، يعني المفروض من كل حاجة هيبقى في تلاتة. فأنا دي مثلا حاجات المستخدم اللي بتاع التطبيق، وده الشخص اللي ضفناه، وده الشخص التاني اللي ضفناه. دي الأدوات الشخصية اللي المفروض تكون مع التيم. بعد كده أنا اخترت الهازارد ورك أت هايت، فهيطلع لي البي بي اي اللي المفروض تكون معايا متوفرة معايا عشان أشتغل على الارتفاعات. فأنا المفروض يكون معايا حزامين في 2 دبل لينيارد، 2 حبل نص، حبل 100 متر، مجموعة إنقاذ، فرامل حبل، وتكون معايا 3، والواير، ومعايا حبل رفع. طبعا الحاجات دي معايا، الحاجة اللي مش معايا ابتدي أقول إنها مش معايا ده السهولة. بعد كده هقول قط، هيجيلي على البيج بتاعت في الموقع. طبعا كل الخطوات اللي فاتت دي أنا بعملها قبل ما أتحرك، يعني ببتدي أضيف العربية وأفحصها وادخل المعلومات، لكن الخطوة دي ببتدي اعملها بقى وانا في الموقع، بكون خلاص وصلت الموقع وبيكون التطبيق ثابت على المرحلة اللي انا المفروض اكملها، واقدر افصل التطبيق في اي وقت عادي، هرجع على ايه واقف على الخطوة اللي انا المفروض اكملها. ففي الخطوة دي في الموقع في عندي حاجات مانداتري لازما اعملها،
اول حاجه لازم اعمل الاستجابه للطوارئ، بعد كده اعمل الريسك اسيسمنت، بعد كده اعمل فحص ما قبل العمل بالترتيب، وكل خطوه هعملها هتتحول للون الاخضر. فاول حاجه الاستجابه للطوارئ، هبتدي ادوس بس على الايكون دي واعمل بد، وهبتدي اكونفيرم على كل بند من ده، مدرب على الاسعافات الاوليه، فببتدي اكتب اسم الشخص المسؤول عن الحاجه دي. مكافحه الحريق، هبتدي اكتب اسم الشخص اللي واخد الكورس ده. هنا ببتدي اكتب اقرب 2 مستشفى قريبين مني ممكن الجأ لهم في حاله الطوارئ. طبعا هنا بكونفيرم ان في مخرج امن وبديله مسمى. بعد كده بدوس قدم، هيبتدي يطبع الاستجابه اللي انا عملتها للطوارئ. بعد كده هعمل رجوع، طبعا كده الاستجابة للطوارئ اتحولت للون الأخضر. كده الخطوة اللي بعد كده هنعمل الريسك اسيسمنت، والتطبيق بيجبرني ان انا لازم امشي في التراك ده وبالخطوات دي. لو حاولت افتح اي ايكون تاني، لا هو هيقول لي لازم تعمل تقييم المخاطر. بعد كده نبتدي نعمل الريسك اسيسمنت، ندوس عليه، هنبتدي نصور صورة للموقع، وهنبتدي نمضي هنا، اختار نوع الموقع، وبعد كده النشاط في برج ولا ما فيهوش برج. طبعا انا مختار ورك ات هايت يعني في برج، وهبتدي اجاوب على كل بند من ده، هل هو امن ولا غير امن ولا غير مطبق. طبعا لو في بند غير امن هبتدي ادوس عليه غير امن، هيبتدي يقول لي لازم تقيم الخطر ده، هبتدي اقيمه على حسب درجته، واكتب التدابير التحكم الاضافية اللي انا عملتها عشان الخطر ده. بعد كده بكونفيرم على مسج دي، وببتدي اشوف لو في اي خطر اضافي غير البنود اللي فاتت هبتدي اضيفه. مفيش، هكتب لا يوجد خطر اضافي، هيبتدي يطبع الريسك اسيسمنت بتاعتي في صفحتين. تمام، بعد كده بعمل رجوع. كده انا خلصت خطوة الريسك اسيسمنت، فاضل فحص ما قبل العمل، هبتدي ادخل عليها، هبتدي اجاوب على كل سؤال من دول واصور الصورة المطلوبة. طبعا اول صورة دي ببتدي اصور كل الكارنيهات اللي معايا الخاصة بفريق العمل. هنا هبتدي اصور التيم بتاعي وهم مرتديين كل البي بي اي بتاعتهم وجاهزين للشغل، سواء خوذة او سيفتي وخلافه. بعد كده هنا هبتدي اصور شنطة الاسعافات، ولازم تكون واضحة وكل محتوياتها واضحة ومفرودة عشان الانسبكتور يقدر يشوف كل محتوياتها ويفحصها. طبعا دي في صورة عشان اخترت الهازارد ورك ات هايت. بعد ما اخلص كل الصور اللي مطلوبة مني ببتدي ادوس قدم، طبعا هنا الثلاثة ايكون دول بيتحولوا للون الاخضر، ده كده معنى ان انا خلصت كل الخطوات. طبعا اكمال العمل بامان دي بس خاصة بفودافون، لو الاكونت بتاعك فودافون هتظهر معاك الايكون ديت، والمفروض تعمل تشيك ليست دي بعد ما تخلص شغلك في الموقع. طبعا اللي فوق ده الداشبورد بتاع الموقع، ده حالة الموقع في انتظار فحص، وبيكتب لي رقم الموقع هنا. لو دوست على تحديث هنا بيبتدي يحدث لي على بتاعة الموقع. فأنا كده هبتدي أدخل كإنسبكتور على الموقع. أنا كده عملت له فيزيت من على الأكتوبوس. لو عملت ريفرش هنا هيكتب لي هو الموقع بقى مع مين من الإنسبكتور assigned to، هعرف اسم الإنسبكتور اللي بيفحص الموقع. طبعا بيبتدي الانسبكتور يفحص كل السيشن اللي انا بعته، ويقدر طبعا يرفض اي بند من البنود اللي انا بعتها. فخلينا كده نرفض بند من البنود ونشوف ازاي هنستقبله هنا على التطبيق. طبعا لو الانسبكتور رفض اي حاجة من الموقع اللي انا بعته، العناصر المرفوضة دي هلاقيه لونها هتحول للون الاحمر، وحالة الموقع اتحولت الاستيتس بتاعتها في انتظار التحديث، يعني معنى كده
ان الانسبكتور رفض حاجة. لو دخلت على العناصر المرفوضة دي هيبتدي يحمل ايه العنصر اللي رفضه، وهيظهر باللون الاحمر ايه الكومنت اللي كاتبه الانسبكتور علشان اعمله. ولو فتحت هنا النوتيفيكيشن هلاقي فيه نوتيفيكيشن جاتلي ان انا عندي ريجكتد ايتم في موقع اللي انا بعته. بمنتهى السهولة هفهم الانسبكتور هو طالب مني ايه، وهو طالب هنا مثلا اخد صورة تانية، هبتدي اصور له الصورة التانية كده وهبتدي انزل تحت وادوس قط. كده انا هبتدي ارد على البند اللي فيه مشكلة. طبعا كده حالة المواقع اتغيرت من في انتظار التحديث في انتظار رد السيفتي. طبعا انا لو في عندي work at height، لو في هازارد في الموقع، مش هقدر اعمل نهاية الرحلة غير لازم استنى رد الانسبكتور هل هو هيعمل accept الموقع او reject. فانا لو رجعت هنا حاولت اعمل موقع جديد، لا التطبيق هيمنعني، هيقولي لازم الانسبكتور يرد عليك في الموقع ده. لكن لو الموقع low risk مش هتبقى مرتبط انك تستنى رد السيفتي، ممكن تعمل موقع تاني على طول. فتعالوا كده نشوف احنا لو هنعمل موقع تاني. طبعا بتدوس على الايكون دي من تحت اللي فيها نهاية الرحلة. لو عايز اعمل موقع جديد هدوس موقع جديد، يرجعنا على البيج اللي انا بكتب فيها رقم الموقع واحط الانفورميشن بتاعة الموقع. طب خلصت يومي، هبتدي اقيم السواق الاول، ادوس على الايكون بتاعة السواق فوق هنا واعمل نهاية الرحلة. طبعا انا مش هقدر استخدم حاجة من دول غير لازم الموقع يتكنسل يا يتعمل له اكسبت او ريجكت. اي تشيك ليست اتطلب مني ان انا اعدلها، اشوف ازاي اقدر اعدل. اولا في تعديلات كتير ممكن تعملها، ممكن تقدر تعدل الانفورميشن اللي انت دخلتها اللي هي الاكاونت والدومين والاريا والحاجات دي. ممكن في ناس بتغلط، فانت بمنتهى السهولة هتدوس على الايكون هي فيها شرطتين فوق بعض وعلامه صح فوق بعض دي، هيبتدي يحمل لي كل الداتا اللي انا دخلتها في الموقع. على افتراض الاكتيفيتي ده انا عملته، اذا غيره من سي ام لبي ام اقدر اعدل في، اقدر امسح الهازارد، كمان اقدر اعدل في البي بي اي. لكن اي تعديل هعمله هنا لازم بعد ما بعمله هنا ابتدي ادوس تحديث عشان يبتدي يتحدث على السيشن اللي انا رفعه. اقدر اعدل باستثناء رقم الموقع، طبعا ما اقدرش اعدل فيه، لازم اللي يعدله لي لو في غلطة الانسبكتور نفسه. يبقى دي اول جزء في التعديل. بعد كده ممكن يطلب مني ان انا اعمل الريسك اسيسمنت تاني، فتعالى كده نرفضها نشوف هنعملها ازاي. طبعا لو دخلت على العناصر المرفوضة عشان اعرف ايه اللي اترفض عندي، هيبتدي يحمل معايا الامرجنسي والريسك اسيسمنت. لكن الحاجات دي ما بتتصورش، الحاجات دي بتتعمل تشيك ليست، فانا مش هرد عليها من هنا. كل اللي هعمله هروح على الاستجابه للطوارئ وابتدي اعملها تاني، ادوس قدم. طبعا انا لو بعملها للمره التانيه هلاقي في زرار اسمه تحديث ظهر معايا هنا، معنى كده ان انا لو دوست عليها يبتدي يمسح القديمه اللي على السيرفر او اللي على السيشن ويبتدي يحمل الجديده. يبقى اي تشيك ليست هتتعمل بنفس الطريقه دي. لكن زرار تحديث ده ما بيظهرش غير لو انت عملتها للمره الثانيه، فاول مره ما بيظهرش، لكن لو عملتها للمره الثانيه بيبتدي يظهر معاك. انا كل اللي هعمله هدوس تحديث هيبتدي يمسح القديمه ويحط لي الجديده. كده تمام اترفعت. بنفس الوضع اقدر اعمل الريسك اسيسمنت، تقييم المخاطر، لو فيها اي غلطه ابتدي اعملها تاني بنفس الطريقه اللي فاتت. لو بعملها للمره التانيه في زرار اسمه تحديث هيظهر معايا، هبتدي ادوس على تحديث دي هتبتدي يمسح الريسك القديم ويحمل لي الجديد. ده بالنسبه للاستجابه للطوارئ وتقييم المخاطر. في تشيك ليست تانية ممكن يبقى فيها مشكلة، الانسبكتور مثلا يحتاج ان انا اعملها تاني، اللي هي بتاعة فحص العربية. ازاي اعملها تاني؟ طبعا هنزل تحت كده هلاقي في حاجة اسمها تعديل فحص العربية، هبتدي ادوس بس عليه كده واعمل البدء وابتدي افحص النقط دي تاني كده وهمضي
والسواق يمضي، هيبتدي يطبع معايا اول تشيك ليست عملناه اللي هو نموذج فحص السيارة اليومي برضو بنفس الطريقة. لو بعمله المرة التانية هيظهر زرار فوق هنا اسمه تحديث، كل اللي اعمله هدوس على تحديث، هيبتدي يمسح القديمة ويرفع الجديدة. لو لاحظتوا العناصر المرفوضة، ما عملت الاستجابة للطوارئ اللي هي المرفوضة وتقييم المخاطر، ما عادش في حاجة في العناصر المرفوضة، لأن أنا كده يعتبر رديت على الحاجات اللي مرفوضة. الأخيرة اللي أنا ممكن أقدر أعدلها اللي هو تعديل الفريق، الفريق نفسه أقدر أعدله. فوق هنا هلاقي مكتوب لو عايز تحذف أي شخص من الناس اللي شغالة معاك هتضغط عليه ضغطة مطولة كده، انت هتبتدي تحذف الشخص ده. على افتراض ان انت رايح موقع وحصل ظروف، في واحد حصل له ظروف وسابكه ومشي وانت عايز تحذفه من التيم، هتحذفه بنفس الطريقة كده، تمام. طيب في واحد تاني عايز تضيفه، هتنزل تحت هنا وهتعمل اضافة وهتبتدي تضيف شخص تاني. تعالى كده نضيف شخص كده. طبعا الشخص ما تقدرش تضيفه غير مرة واحدة، لو بتضيفه المرة التانية التطبيق هيرفض. فانا كده هبتدي اضيفه. في خطوة بقى مهمة هنا، بعد ما تضيفه لازم تعمل شكل البي بي اي بتاعته، تتأكد ان هو معاه خوذة وسيفتي واي دي. لازم تعمل بعد ما تضيف اي شخص هنا لازم تعمل شكل البي بي اي، تعمل شيك دايس على تحديث كده، هيبتدي يرفع البي بي اي اللي المفروض تكون مع الشخص ده. لو عايز بقى تبتدي تروح موقع تاني، اعمل كنسل بس للموقع ده عشان اقدر اعمل موقع جديد. طبعا انا عملت كنسل للموقع، حالة الموقع طبعا تم الغاء الموقع. طبعا لو تم الغاء الموقع اجي ادوس على اي ايكون هيبقى قافل لي كل الايكون، لان الموقع تم الغاءه ومش هيسمح لي ان انا اقدر اعمل اي تشيك ليست او احدث على الموقع. ببتدي ادوس على الايكون اللي تحت دي. طبعا هنا اقدر ادوس نهاية الرحلة، بس انا عشان ادوس نهاية الرحلة لازم اعمل تقييم السواق. حالة ان انا خلصت يومي هبتدي اقيم السواق واعمل نهاية الرحلة. عندي موقع تاني، هدوس على موقع جديد هيبتدي يروح معايا على البيج اللي انا بكتب فيها رقم الموقع واختار الانفورميشن بتاعتي والهازارد والبي بي اي، وهبتدي اكمل نفس الخطوات اللي عملناها سابقا. لو هنعمل انهاء الرحله لازم ابتدي اقيم السواق خلال رحلته معايا، ابتدي امضي واعمل قطع كده، جاهز ان انا اقدر اعمل نهايه الرحله. ولو دوست على نهايه الرحله هيبتدي يرجع لي للواجهة الرئيسية اللي أنا ببتدي أعمل فيها تجميع الفريق والعربية والسواق. تعالوا كده إن في شوية حاجات كده نشرحها في البيدج الرئيسية. طبعا لو دوست على الإعدادات دي من هنا أقدر أغير اللغة، التطبيق بيسبورت 4 لغات، إنجليزي وفرنساوي وعربي وأردو، أقدر أغيره بمنتهى السهولة من هنا، أقدر أرجعه تاني بمنتهى السهولة. طبعا وضع الكاميرا ده عايز، ده معمول ليه؟ ان في كاميرا بتبقى خاصة بالتطبيق وفي كاميرا تانية خاصة بالجهاز. انا لو قافل دي كده، تعالوا نشوفوا الفرق كده، انا هبتدي استخدم البرنامج الكاميرا اللي نازل على الجهاز. طب انا لو عملت ديت كده اون، هبتدي استخدم الكاميرا اللي خاصة بالتطبيق. ليه الاوبشن ده اتعمل؟ لان في احيانا الكاميرا اللي خاصة بالجهاز البرنامج بتاعها بيكون فيه مشاكل. احنا عملنا كاميرا خاصة بالتطبيق، فتعالى كده نقفلها ندخل على اي حاجة بتحتاج صور مثلا زي دي كده ونصور ونشوف الفرق. دي كده هيبتدي ينقلني للكاميرا الخاصة بالجهاز، هبتدي اصور على كده، نرجعها تاني عشان نشوف ايه الفرق. تعالى ناخد نفس الصورة، هما الاتنين بيقوموا بنفس المهمة يعني. دي كده الكاميرا الخاصة بالتطبيق، عشان لو حد عنده مشكلة في الكاميرا برنامج الكاميرا الخارجية يقدر يفعل الكاميرا بتاعة التطبيق. طيب في حتة تانية هنا مهمة اللي هي بتاعة جلسات التوعية.
لو ضغطنا عليها كده هيبتدي يعرض لي فيديوهات. الفيديوهات اللي باللون الاخضر دي انت مش مجبر انك تسمعها، يعني عايز تسمعها مفيش مشكلة، لكن اللي باللون الاحمر ده هو الكورس اللي المفروض تاخده، يعني الفيديو ده المفروض تسمعه مرة كل سنة عشان يجدد لك الدورة بتاعة الـ EHS training اللي هي مكتوبة فوق باللون الأخضر دي. ولو لاحظت إن هو بيقول لك الدورة دي هتبقى expire في ديك التاريخ بتاعها اللي هي 23/10/2024، يعني أنت المفروض بعد التاريخ ده تبتدي تسمع. هتسمع إيه الفيديو ده؟ هتسمع الفيديو اللي باللون الأحمر، هو ده اللي هيجدد لك، هو اللي هيجدد لك الدورة دي. طبعا بتبتدي تشغل الفيديو ولازم انت تسمعه للنهاية، وبتبتدي تكونفيرم وتمشي مع بقية الخطوات وترفع صورة بالكارنيه، هيبتدي يسجل لك ان انت سمحت الدورة دي. طبعا والتاريخ ده بعد ما تسمعه هيبتدي يسجل معاك بسنة، يقول لك هتبقى اكسباير في التاريخ، في التاريخ ده. طبعا لو عندك الكورس ده اكسباير هيبتدي هو يوجهك انك لازم تدخل على جلسات التوعية وتبتدي تسمع الفيديو ده. لكن المرة التانية الفيديو اللي الايكون بتاعه باللون الاحمر وهو بالاسم ده هو ده اللي المفروض تسمعه، لكن اي فيديو باللون الاخضر ده مش تبع الكورسات، دي حاجات تعليمية تانية خاصة بالتطبيق. ده بيشرح استخدام التطبيق، وده عليه محاضرة انك ازاي بتعمل تقييم المخاطر. طبعا الاشعارات ديت طبعا بيجي لك احيانا يوميا حاجة اسمها communication message، انت بتكونفيرم اللي انت قريتها. لو دخلت على الاشعارات دي بتبتدي تتسجل كل النوتيفيكيشن اللي جات لك. طبعا كل النوتيفيكيشن دي انت لازم اصلا عشان تستخدم التطبيق لازم تعمل كونفيرم عليها انك قريتها. لو هتفتح اي حاجة منهم هتضغط عليها كده، هتبتدي تحمل معاك. ده كان سريعا شرح احدث اصدار من تطبيق سيفتي فيرست 3. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.